افتتح مجلس الشيوخ دورة الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد. وفي كلمته التي ألقاها وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما قدمه لمصرنا الحبيبة. أضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الشعب المصري مقبل على استحقاق دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أهمية دور المجلس في تبصير الناخبين بحقهم وواجبهم الدستوري في المشاركة الإيجابية فيها. نحن مقبلون على استحقاق دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية. عليكم وعلى المصريين جميعا رسالة وطنية هامة هي تبصير الناخبين بحقهم بل واجبه الدستوري في المشاركة الإيجابية فيها، حقهم الذي يجب عليهم ألا يفرطوا أو يتوانوا فيه، وأن يواجبوا بالذهاب إلى اللجان الانتخابية والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على قيادة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تشهد فيها مصر عرسا ديمقراطيا حقيقيا. وعلينا إقناعهم بأنه حق بل وواجب عليهم، لا يجب التفريط فيه،